ان احنا صرنا شي 4 شهور قايمين على العمل في هذه النقطه الطبيه. نحن مجموعه من الشباب يعني لمينا حالنا اطباء وممرضين من عده مناطق بس تابعين المحافظه هي، فطرحنا فكره في انشاء نقطه طبيه لمساعده الشباب الاطفال والمرضى في هذه المنطقه، طبعا تبعا للظروف اللي نحن مارين فيها حرب والمشاكل اللي هاي، واغلب الاطباء طلعوا بريد سوريا، فاقترحنا انه نبني ننشئ نقطة طبية هون لمساعدة الأطفال والمرضى. فنحن طبعا ما عندنا دعم، اعتمدنا على حالنا من حيث الأدوات أو من حيث الأدوية، عرفت شلون؟ في عندنا مثلا صيادلة كانوا يبعثوا لنا أدوية، أو أحيانا كنا نحن نشتري أدوية حسابنا بحيث أن نوفر أدوية للمحتاجين والفقراء في هذه المناطق.